أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن العلاقات المصرية الأردنية تعد نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية، مشيرا إلى وجود تطابق في الرؤى بين البلدين، وكذلك الحرص الواضح من القيادة السياسية للبلدين على تبادل وجهات النظر بينهما لتحقيق مصالح الشعبين والأمة العربية. وخلال استقباله السفير الأردني بالقاهرة، أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن مجلس الشيوخ حريص أن تكون العلاقات بين البلدين على ذات المستوى بين القيادات السياسية للبلدين.